طيب تعالوا نبدأ. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ حد فاكر كده بسرعة؟ واحد كاتب على البيس ميكر وعلى الكروسينك، حلو جدا. طيب كنا خدنا خطوتين عملي كده على السريع يا دوبك، بس عملنا الكلاستر وشفنا الاستاتس بتاعته وكل حاجة، او المعلومات بتاعت الاستاتس بتاعته، بس كده اكتر ولا اقل. طيب النهاردة هناخد حاجة من اتنين، يعني هنختار موضوع من اتنين ممكن نشتغل فيهم، يعني نتكلم على الستورج قبل ما نبدا في الكلاسترنج، او نبدا نعمل سيرفيسز ونشتغل عليها، لان لما نعمل سيرفيس ونبدا نجرب فيها هنضطر او مش هنضطر، المفروض هيكون في عندنا ستورج ونبدا نشتغل عليها. خلاص يا اما نبدا بالستورج عشان نجهزها للكلاستر، فالاثنين ممكن يشتغلوا معانا يعني. بس عاده يعني لو هنعمل سيرفيس مثلا زي الاباتشي فاحنا محتاجين يكون في ستورج او شيرد ستورج موجوده، ماشي. فممكن النهارده ايه نخش في موضوع الاستورج، وبعد كده المره الجايه ايه نشغل الاستورج دي مع الكلاستر، ماشي كده. طيب موضوع الشيرد ستورج، في عندنا موضوعين هنتكلم عليهم. طالما بتتكلم على الكلاسترنج فاحنا في حاجتين لازم هنتكلم عليهم. اول حاجه، بما ان انت بتعمل كلاسترنج وعندك ريدندنسي والدنيا زي الفل، فاحنا لما نتكلم على الستورج هنتكلم عنها من وجهه نظر ريدندنت برضو. خلاص يعني ايه؟ يعني ان انت بتاكسس ستورج، صح؟ لو انت عندك ان اف اس سيرفر والان اف اس سيرفر ده نفسه وقف، او في مشكله في الكونكشن نتورك نفسها، فالدنيا عندك كلها وقفت، صح؟ المشاكل دي بدات تتحل جزئيا مع البارل ان اف اس. خلاص البارل ان اف اس لسه ناس كتير قوي مش مستخدماه، ناس قليله جدا استخدمته، هو في الان اف اس فيرجن 4 تحديدا، بس حاليا لسه مش وايد ليوزد يعني. بس سيبك من ده، اللي انا لو اللي انا اقصد عليه اللي هو البلوك ديفايس او شيرد بلوك ديفايس. خلاص لو اتكلمنا على الشيرد بلوك ديفايس، ففي اكتر من طريقه ان انت تقدر يكون عندك شيرد بلوك ديفايس. الطريقه الاولانيه هتستخدم بروتوكول يا سيدي زي الايس كازي. خلاص والايس كازي اتكلمنا عنه قبل كده واحنا كنا بنشرح الار سي اي. الايس كازي ده كل فكرته قايمه على ان انت عندك بلوك ديفايس ايا كانت، او عندك فايل والفايل ده عايز تعمل له شير، يظهر كانه بلوك ديفايس على ماشين ثانيه وهتاكسسهم ماشين ثانيه، والماشين دي الماشينز يكونوا كونكتد ببعض عن طريق النتورك. خلاص كده دي كانت كل فكره الايس كازي، فكرته بسيطه جدا وسهله جدا. كان في برضو طريقه ثانيه عشان تشير البلوك ديفايسز، او ممكن نقول الطريقه دي الموست وايد يوزد في الداتا سنترز، يعني بتستخدم فيها بروتوكول زي الفايبر شانل. خلاص لو حد فيكم يعرفه، او بتستخدم المكتسح السوق حاليا الفايبر شانل اوفر ايثرنت. خلاص ودول اتنين بروتوكولين او بروتوكولين اتنين تانيين موجودين حاليا في الداتا سنترز، هم اكتر اتنين مستخدمين حتى الان. الايس كازي بدا مؤخرا يبدا يستعيد سمعته مره تانية او يستعيد شغله مره تانية، بعد ما كانش بينقرض بسبب الفايبر شانل والفايبر شانل اوفر ايثرنت، خصوصا مع نتوركس ال 10 جي وال 20 جي وال 40 جي وال 100 جي اللي موجوده حاليا وشفتها بنفسي. خلاص طيب الطريقه الثالثه، كان في عندنا كمان ممكن تستخدم حاجه زي حاجه اسمها جي ان بي دي. ايام زمان الناس اللي اشتغلت على الريل 5 ولا الاربعه وكلام من دول، هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل، انا بديك اسمائهم بس هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي حالا. او الجي ان بي ده كان جنرال نتورك بلوك ديفايس، ودي كانت طريقه كده يعني كنت اقول شبيهه الى حد ما بالاي اس كازي عشان تاكسس بلوك ديفايس عن طريق الشبكه. خلاص الطريقه الرابعه ممكن عن طريق اقول لك الطريقه الرابعه عن طريق ايه، افكر لك ايه الطريقه الرابعه كمان. ممكن عن طريق مثلا حاجه زي الدي ار بي دي، والدي ار بي دي اختصار ديستريبيوتد ريبليكيتد بلوك ديفايس. خلاص بتشير فايل سيستم او بتشير ديسك ما بين ماشينز بشكل لو ليفل، بحيث ان انت البلوكس تكون موجوده على الاثنين ماشينز في نفس الوقت، بحيث ان ماشين واحده تاكسسها في نفس الوقت، ولو ماشين فصلت من عندك اوتوماتيك هيبقى عندك نفس النسخه موجوده على بلوك ديفايس على نفس على الماشين الثانيه. خلاص تعالى كده ايه نبدا نكتب بقى كده وايه ونشتغل، تعالى نتكلم عليهم.
اجيب القلم بس ثانيه. بص يا سيدي، الطريقه الاولانيه اللي قلت لك عليها هي كانت مين؟ الايس كازي. خلاص، الطريقه الثانيه هتستخدم الفايبر تشانل او الفايبر تشانل اوفر ايثرنت. خلاص، الطريقه الثالثه يا سيد كانت عن طريق مين؟ القلم تقريبا هيس. الطريقة الثالثة كانت عن طريق حاجة اسمها الـ GNBD. تعال نرجع نتكلم نكمل تاني كده ايه كلامنا. معلش مشكلة، بس القلم ما كانش يعني بيكتب كويس، فايه اضطريت ان انا انضفه. اتكلمنا يا سيدي عن اول حاجة الايس كازي، تاني حاجة زي الفايبر تشانل والفايبر تشانل اوفر ايثرنت، تالت حاجة عندنا الجي ان بي دي. خلاص، الحاجة الرابعة زي الدي ار بي دي، ماشي كده؟ طيب الايس كازي، ويعني واضح جدا وتقريبا اتكلمنا عليه قبل كده 100 مرة، بيكون في عندك شيرد ستورج بالمنظر ده. ادي الشير ستورج اهي، والشير ستورج دي بتكون عباره اكسسبل عن طريق الاي بي بروتوكول، وايه الشير ستورج متوصله بسويتش، وبشكل ما بقيه الاجهزه موجوده عندك، السيرفرات اهي، ده سيرفر واحد وده سيرفر اتنين. خلاص، وايه ودول برضو كل سيرفر فيهم له اي بي اهو، وبيقدروا يتكلموا مع الاستورج اللي موجود عندك دي. الاستورج دي بتشير حاجه اسمها لانز. خلاص، او لوجيكال يونت نمبر، ماشي كده؟ طيب كلام جميل وزي الفل، مش فيها مشاكل. دي كان الفكره بتاع الايس كازي. الفكره بتاع الفايبر تشانل والفايبر تشانل اوفر ايثرنت شبيهه جدا بيه، بس الفايبر تشانل بدل ما تستخدم في الكونكشنز دي ايثرنت نتورك او شبكات بتستخدم الايثرنت نتورك زي الكات 6 والكات 6 اي والكات 7 وكلام من ده، فانت بتستخدم شبكه فايبر او بتستخدم الفايبر عشان تكونكت الشبكه دي، ماشي كده؟ وبدل ما بتاكسس الديفايس برضو بتشير لانز وكل حاجه، بس بدل ما بتاكسس الديفايس وكلام من دون عن طريق الابي بروتوكول، فانت بتستخدم بروتوكول اسمه الفايبر تشانل بس، لا اكتر ولا اقل. الفايبر تشانل اوفر ايثرنت بتستخدم الايثرنت بروتوكول. خلاص، ممكن تكون الكونكتيفيتي بتاعك عن طريق الفايبر او الكونكتيفيتي عن طريق الايثرنت او عن طريق الكات 6 كيبلز، ماشي كده؟ بس البروتوكول نفسه المستخدم هو الايثرنت بروتوكول العادي، بينكابسوليت الفايبر تشانل جوه الايثرنت نفسه. خلاص، عشان كده اسمه فايبر تشانل اوفر ايثرنت، ماشي كده؟ طيب بص هجيب لك من الاخر، ليه الفايبر تشانل والفايبر تشانل اوفر والفايبر تشانل اوفر ايثرنت هم اكتر حاجه مستخدمه في الداتا سنتر؟ لسبب بسيط جدا، ان هم كانوا بيوفروا سرعات عاليه جدا ما كانتش بتحقق عن طريق الايس كازي. خلاص، يعني في الوقت اللي كان الايس كازي فيه الناس بيخلوا ديديكيتد نتورك فاست ايثرنت او جيجا بت ايثرنت الايس كازي، كان في الوقت ده الفايبر تشانل وقتها اللي كان موجود كان بيديك 2 جيجا بت واداك بعدها 4 جيجا بت. خلاص، ولما الدنيا اتطورت قوي وصل ل 8 جيجا بت، وبعد كده وصل ل 10، وعدى وصل ل 16 جيجا بت، ماشي كده؟
الفايبر شانل اوفر ايثرنت لسه بدا يظهر قريب، ما ظهرش من زمان قوي زي الفايبر شانل، وبدا يستخدم بشكل كبير. الايس كازي بدا يستخدم بشكل كبير مؤخرا بس خلاص بعد التطور بتاع الفايبر شانل، فايبر شانل اوفر ايثرنت، بعد ما اتطور بشكل كبير جدا في السرعات. اللي حصل ان في اخر سنتين تحديدا سرعات شبكات الايثرنت بقت عاليه جدا جدا جدا، لدرجه ان النهارده اي سيرفر تعبان، مش هقول لك سيرفر عالي جدا، السيرفرات التعبانه جدا، السيرفرات اللي بتكلم عنها سيرفرات متوسطه، مش الهاي اند او فيري هاي اند سيرفر، لا سيرفر في المتوسط خلاص، هتلاقي فيه يعني وانت بتطلب كده بتقول له عايز على الاقل فيه كارت فيه 12 جيجا بت ايثرنت بورد، يعني كارت فيه بورتين كل بورت 10 جيجا بت ايثرنت خلاص. دي الاجهزه اللي هي ايه في المتوسط ماشي. طبعا في السوق دلوقتي في 40 جيجا بت ايثرنت وفي 100 جيجا بت ايثرنت خلاص. فتخيل النهارده بقيت بديك سرعات مع شبكات الايثرنت تعادل او يمكن اعلى كمان من سرعات الفايبر شانل والفايبر شانل اوفر ايثرنت خلاص. ليه بقى الناس في الفتره اللي جايه هتميل اكتر للايس كازي؟ لان شبكات الايثرنت ارخص بكتير جدا 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 من شبكات الفايبر شانل خلاص. شبكات الفايبر شانل كان عندها عيب خطير جدا ان هي مكلفه جدا جدا جدا. انا بكلمك على شبكات عشان توصل السيرفر بكابلات فايبر، فانت عايز تجيب له اس اف بي، الاس اف بي شوفها على السيرفر تمنها كام، واس اف بي على السويتش، شوف الاس اف بي الواحده على السويتش تمنها كام. انا بكلمك بقى على الاف الدولارات، يعني كنت تلاقي الاس اف بي الواحده معديه 2000 دولار مثلا او 1500 دولار. الاس اف بي ده اللي هو الكونكتور اللي بيوصل لك لو اللي بيوصل جوه الكارت عشان يوصل لك كابل الفايبر خلاص. فتخيل انت الاس اف بي سعرها كام لوحده. تخيل انت بقى فوق كل ده بقى، مش مشكله كمان في الاس اف بي، لا ده الفايبر شانل والفايبر شانل اوفر ايثرنت محتاجين ديديكيتد فايبر شانل سويتشز او سان سويتشز، يعني يا اما هتروح لبروكيت سويتشات بروكيت تحديدا او سويتشات سيسكو زي سيسكو نيكسوس مثلا او ام دي اس. طبعا مش عايز اقول لك بقى اسعارها عامله ازاي، حاجات تخض بقى يعني ماشي كده. فانت عشان تتكلم عشان اعمل لك فايبر شانل نتورك او فايبر شانل اوفر ايثرنت بكلمك في مئات الالاف، ده اقل حاجه. ولو عندك داتا سنتر محترمه بقى وربنا كرمك كده وعندك وليكن 200 فيزيكال سيرفر ولا 300 فيزيكال سيرفر، فانت محتاج دنسيتي عاليه جدا. 200 فيزيكال سيرفر لو بتتكلم على ريدندنسي للسيرفرز، فانت محتاج لكل سيرفر على الاقل بورتين، مش هقول لك 3 او 4، 2 بورت لكل سيرفر، يعني انت محتاج 600 نقطه. شوف 600 نقطه دول هكفيهم بكام سويتش، شوف كل سويتش رقمه كام، وبعد كده ترجع تعمل السويتش فابريك توصل السويتشات ببعض خلاص. وبعد كده ترجع تقسم الداتا سنتر عندك اكسس لايرز وديستريبيوشن لايرز، او اكسس لاير وديستريبيوشن لاير وكور لاير. يعني انت بتتكلم دلوقتي على ارقام فلكيه خلاص. من الاخر انت بتبني داتا سنتر، وبتبني داتا سنتر ده بملايين بقى، مش بقول لك مئات الالاف كمان، لا ده انت بتتكلم على ملايين. عشان كده كانت شبكات الفايبر شانل والفايبر شانل اوفر ايثرنت كانت موجوده في داتا سنترز الكبيره بس خلاص. مش هتلاقي واحد مثلا جايب لك داتا سنتر كله عباره عن 3 سيرفرات ولا بتاع ولا 4 سيرفرات ولا 5 ولا 10 حتى، ويروح رايح للفايبر شانل اوبشن، يعني بيهرج بصراحه يعني خلاص. الا بقى لو صاحب الشغل عايز كده وهو معاه فلوس وناوي يصرف على كده ماشي. طيب كلام جميل. لحد دلوقتي في مشكله؟ ها لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب الجي ان بي دي بقى يا سيدي، الجي ان بي ده كان بيستخدم مع ريل 5 وكلام من ده، انقرض يعني. ما تشغلش بالك بيه عشان ما تقعدش تضيع نفسك وتتوه نفسك على الفاضي. هو بيعمل نفس الايس كازي بيعمله ديستريبيوت، او اسف بيعمل ريبليكيت، او اسف بيعمل بلوك ديفايس اكسسبل او نتورك اكسسبل بلوك ديفايس، او بيشيرها عندك الاجهزه اللي موجوده على الشبكه. شبه الايس كازي تقريبا تقريبا الى حد ما خلاص. طيب الدي ار بي دي فكرته بسيطه جدا، هيكون عندك مكانتين وكل مكنه هتشير بلوك ديفايس موجوده عندها، وهيحصل ريبليكيشن على البلوك ليفل في نفس الوقت خلاص كده. يعني ايه؟ تعالى كده اوضحها لك عشان الدي ار بي دي ممكن يكون بالنسبه لكم حاجه غريبه. بص هيكون عندك هنا سيرفر اهو، وفي سيرفر تاني هشير من هنا ديسك واشير من هنا ديسك واعمل لهم ريبليكيشن في الريال تايم خلاص كده. يعني لو جيت كتبت على البلوك رقم واحد هنا هيكتب على البلوك رقم واحد هنا، جيت كتبت على البلوك رقم اتنين هنا هيكتب على البلوك رقم اتنين هنا خلاص كده. دي كل فكره الدي ار بي دي خلاص. وفي نفس الوقت هيبقى عندك ماشين اكتف والتانيه
بس في وقفه مستنيه كده. لو المكنه دي وقفت او لو السيرفيس وقفت من هنا، اوتوماتيك انقل السيرفيس على المكان ده، وقبل ما انقلها اعمل ماونت لمين؟ للديفايس دي. بس كده، دي كل فكره الدي ار بي دي. حد عنده اي سؤال؟ اللي عايز يسال اي سؤال يقول. طيب كلام جميل. تعالوا بقى ايه، نخش في موضوعنا تعال نخش في موضوعنا، موضوع الايس كازي. حد فيكم فاكر الايس كازي لما احنا كنا خدناه قبل كده واحنا كنا بنشرح ريل 6 من زمان، من يجي سنتين كده ولا حاجه؟ حد فاكر؟ تارجت. طب فكرني كده، كان ايه التارجت ده؟ ايه التارجت ده؟ لا كلامنا مش مظبوط. التارجت مش هو الديسك اللي معمول له شير. حضرتك سيستم ادمن فاشل. حد تاني يجاوب؟ لا مش ممكن، مش ممكن يعني، مش ممكن اعتبره بصراحه لان الاجابه غلط اساسا. تارجت فعلا مظبوط. التارجت هو السيرفر اللي بيديك الاستورج. خلاص. طيب السيرفر اللي بيأكسس الاستورج، السيرفر اكسس الاستورج بيبقى اسمه انيشيتور. خلاص. طب الاستورج نفسها بقى اللي بتتاكسس نفسها، الاستورج نفسها بقى اسمها ايه؟ ها، الاستورج هسميها لان او لوجيكال يونت نمبر. بس كده الموضوع بسيط جدا. خلاص. فانت في عندك جزئين دلوقتي، في عندك السيرفر نفسه اللي بيشير الاستورج، خلاص، والسيرفر ده اسمه تارجت. برضه القلم هبل في دماغه تاني. ادي السيرفر اهو، السيرفر ده بيكون اسمه تارجت اهو، ماشي كده. السيرفر ده في ماشين تانية هتاكسس الاستورج اللي موجودة عليه، اسم الماشين التانية اللي هتاكسسها اللي هو بالنسبة له يعتبر كلاينت اسمه انيشيتور. طيب الديسك بقى اللي موجود هنا بتعمل له اكسسنج للديسك ده، الديسك ده بيكون اسمه لان. خلاص كده. طبعا مش هقعد اعيد عليه مره تانية خالص، يعني مش هنقعد نعيد ونضيع وقت على الفاضي لان احنا خدناه قبل كده، نفس الكونسبتس ونفس كل حاجه. اللي عايز يذاكره يرجع له مره تانية في ايه، في الشرح بتاع الاتش سي القديمه. بس هنبدا نكونفيجر هنقدر نكونفيجر الايس كازي فعلا اللي موجود عندنا. والايس كازي احنا بنعمل له كونفيجر يا سيد. ما تنساش بس حاجه صغيره جدا اللي هي ايه، اللهم صل على النبي، انا عايز اكسس اللان ده باكتر من طريقه، ماشي. او الاول تعال نكسسه بطريقه واحده وبعد كده نكسسه باكتر من طريقه. تعال ناخد الايس كاز الاول، كان اكسسه عن طريق المالتي باث وده اللي هنتكلم عليه في الايه، في بقيه السيشن. تعال نكسس الايس كازي دوت. عايز اقول لك ان الامبلمنتيشن بتاع الايس كازي في ريل 7 اختلفت كليا وجزئيا عن ريل 6 وما قبله. خلاص. احنا حاليا بنستخدم حاجه اسمها LIO target. خلاص. الامبلمنتيشن القديمه كان اسمها TGT، الجديده اسمها LIO. دي القديمه اللي كانت على ريل 6 ودي من اول ريل 7 وانت طالع اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. LIO فيها كميه فيتشرز كبيره جدا عن ريل 6. ممكن تشير بلوك ديفايس، ممكن او اسف ممكن ت... اه ممكن تشير بلوك ديفايس كانها، او ممكن تشير بلوك ديفايس كلان، ممكن تشير فايل، ممكن تشير رام ديسك. بيديك كمان حاجه اسمها ار دي ام اي. وار دي ام اي ده الناس الحاجات الادفانسد يعني، بتشير الميموري اللي موجوده جوه جهاز او الرام اللي موجوده، جزء من الرام اللي موجود جوه جهاز كانه ستورج على الشبكه. خلاص. طبعا انت بتعمل الكلام ده في حالات انت محتاج فيري فاست اكسس لللان دي،
ماشي كده. طبعا اللي بيعمل حاجه زي كده الناس اللي عندهم سيرفرات فيهم ماسيف رام سبيس، زي ناس واحد بكلمك على واحد مثلا مش يعني عنده مش اقل من 2 تيرا بايت رام او 4 تيرا بايت رام، وعنده تبي السيرفر ده، تبي السيرفر ده عايز يكتب على شيرد ستورج، والشيرد ستورج دي لازم تكون سريعه جدا 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 خلاص، يعني مش عايز ابقى مقيد بسرعه الديسك، فبيكتب على جزء من الميموري بيعمل له الوكيت كده، والجزء دون هشيره على النتورك كانه ديسك. واضح الحته دي؟ ها خلاص يعني ما تشغلش بالك بيها يعني لحد ما ربنا يكرمك كده وايه وتخش في موضوع الار دي ام اي دون. تعال نتكلم على او تعال نطبق الايه الايس كازي بتاعنا دون، وتعال نبدا نجربه كده بسرعه. انا هعتبر المكنه الورك ستيشن بتاعتي هي الايس كازي تارجت خلاص، والنودز بتاعت الكلاستر هي الايس كازي انيشيتور خلاص كده ماشي. تعالى كده عندنا ده كلام جميل، نقفل ده كده دلوقتي مؤقتا. تعالى نكبر ده هنا، ده ممتاز. حلو جدا، انا على ورك ستيشن اهي، يام سيرش ايس كازي كده. يام سيرش سكازي مبدئيا تعال سطب الكلاينت على الماشينز الموجودة ايس كازي انيشيتور يوتيلز دون. تعال كده امسك الكلاينت الاول على النودز الموجودة عندي اهي، يام داش واي انستول ايس كازي انيشيتور يوتيلز. نفس الطريقه اللي على 6 هي نفس الطريقه على 7 بالنسبه للكلاينت، الامبلمنتيشن بتاع السيرفر فقط هي اللي اتغيرت. ادي المكنه الاولى. طيب سيرفيس اتش تي بي دي ريستارت لسبب ما هو مش قادر ياكسس الريبوزيتوري اللي ما كانت موجودة عندي، هي كانت على 192 168 188 128. طيب اي اف كونفيج عندي الاي بي بتاع المكنة دي كام؟ طيب فاير وول داش سي ام دي داش داش ليست اول. ls var www html rhel مفيش حاجة. طيب mount dev cd-rom var www html rhel cd ما كاتش mounted، ده شيء ممتاز اهو. تعال بقى ايه ننستول بسرعة كده. لسبب ما الدنيا كلها واقفة. بنج كده النود ايه. طيب انا عرفت ايه اللي حصل، نفس المشكلة اللي حصلت. حد فاكر المرة اللي فاتت؟ لا الابي ما اتغيرش ولا حاجة ولا اي حاجة اتغيرت، كل المشكلة بس انا قلت لك لو عملت بوز للماشين وكان عندك بريدج مع فيم وير من الواضح ان في بج موجودة، ما بيقدرش يقوم البريدج مره تانية لما تيجي تعمل ريسيوم للماشين خلاص. لو كان عندك بريدج وعملت بوز للفيرتشوال ماشين فده مضطر ان انا اعمل ريستارت لكل حاجه فعلا زي ما المعلم ده بيقول، مضطر اسفا يعني، فماشي مش مشكله اعمل ريستارت ريبوت كده.
طيب ربنا كرمها وقامت اهي. تعالى كده ايه شغل بقى. ماشي انا عندي نوت ايه هي. ربنا يكرمها وتقوم. قامت، شيء ممتاز. عندي كمان نود بي، لسه فاير ستارت نود بي. يلا يا سيد، الحمد لله. ادي نوت بي كمان قامت. تعال نفتح نوت سي. تعالى هنا كده الاول تعالى ماونت ديف سي دي روم تحت var www.html rel. خلاص كده يام داش واي انستول ايس كازي. يلا يا سيد اس اس اتش نوت سي كده. ايس كازي انشيت ريوتلز. ماشي تعالى خد دي كده كوبي كمان. ورن يوتلز اهي. خلاص كده ماشي. ده بالنسبة لمين؟ للنود. الاول نود دي كمان تعالى نفتحها. وده نفس الحكاية، نفس الكلام ينطبق على نوت سي. ماشي كده. نفس الوضع اس اس اتش نوت دي لسه ما عملتش. طيب مش تعالى انا كده ممكن اقول له يام سيرش ايس كازي، هيطلع لك كل الباكجز اللي بتقول لك لو اللي بتديك الايس كازي فانكشناليتي اللي موجوده عندك. بس انت هتستغرب جدا دلوقتي حاليا. ليه هتستغرب؟ ليه؟
لان مفيش باكج للايس كازي تارجت، مفيش باكج للايس كازي تارجت، فانت هتتخض جدا. لا، اسم الباكج بتاع الايس كازي تارجت هتلاقيها مختلف شويه عن المره اللي فاتت، خلاص هتلاقيها اسمها تارجت سي ال اي. او تاكد يا سيرش تارجت، يا سيرش تارجت، بص عندك كده تارجت سي ال اي، شايف تارجت سي ال اي ده يا؟ ها هي دي، ماشي. والسيرفيس نفسها اسمها، السيرفيس نفسها اسمها تارجت دي، فانت ممكن تقول له كده بس يا انستول تارجت سي ال اي، ماشي كده. فين تاني يا سيدي؟ السيرفيس هي نفسها تارجت دي كمان المفروض نعملها انستول، ومين كمان تارجت دي، بس كده. انت محتاج ده على التارجت فقط مش على اي حاجة تانية، ماشي كده. يام انستول ايس كازي انيشيتور يوتيلز، بس. طيب لحد دلوقتي حد وقع منه اي حاجه؟ حد وقع منه اي حاجه؟ انا هخلي المكنه اللي اسمها ورك ستيشن هي التارجت، وبقيه النودز بتاعت الكلاسترز هم الانيشيتور. ها حد عنده اي مشكله؟ حلو جدا. طيب بما ان احنا عملنا كده والدنيا تمام معانا، تعال بقى اقول لك على حاجه صغيره جدا، حطها حلقه في ودنك. لو انت بتديزاين اي كلاستر في الدنيا ايا كان الكلاستر ده، حاجه حطها حلقه في ودنك دايما 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 وانت بتصمم اي كلاستر موجود، حط لي الاستورج على ديديكيتد نتورك لوحدها. تاني دايما وانت بتعمل اي كلاستر حط لي الاستورج على ديديكيتد نتورك لوحدها. عارف ليه؟ لان انت عندك ستورج صح؟ ايه اللي هيحصل لو انت مستخدم نفس النتورك دي عشان الكلاينت ياكسس السيرفيس؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هقول لك النتورك هتقف، لا، تخيل الدنيا عندك تقلت وكلاينتس كتير جدا عمالين يعملوا داونلود وابلود عندك، لو عندك اف تي بي سيرفر ولا عندك ويب سيرفر، والنتورك بقت اوفرلودد، على الاقل هيحصل ديلي كبير في الشبكه. الديلي دون خلي بالك، لو انت ايس كازي انيشيتور، انت ايس كازي انيشيتور اهون، وانت بتاكسس الاستورج في عندك تايم اوت بيريود، والمناسبه التايم اوت بيريود دي كونفيجرابل، انت ممكن تعدلها كمان، وتعال اوريك ازاي تعدلها بالمره كمان، تعال اقول لك ازاي تعدل التايم اوت بيريود دي. بس افترضنا في الوضع الطبيعي انت عملت ايس كازي انيشيتور وايس كازي تارجت والنتورك عندك تقلت وانت ما كنتش معدل التايم اوت بيريود، عارف ايه اللي هيحصل؟ الانيشيتور هيكل السيشن بينه وبين التارجت، هيقول لك انا مش قادر اوصل له، في مشكله بيني وبينه، رغم ان مفيش مشكله بس الشبكه هي اللي ايه؟ اللود عليها زاد. خلاص؟ فانت بتدخل نفسك في حته خازوق ملوش اي 60 لازمه. ماشي كده؟ طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، حاول تخبي دايما الباك اند نتورك بتاعتك، يعني الكلاينت هياكس الماشين دي صح؟ ليه تخلي الاستورج بتاعتك اللي هي اصلا في الباك اند اللي هي مستخبيه اساسا، اللي انت اصلا مش محتاج الكلاينت يوصل لها، تخليه على نفس الشبكه بينها وبين، او تخليها على نفس الشبكه اللي الكلاينت هيوصل لها. ده كلام ده والنبي ينفع الكلام ده؟ فكبست براكتس اصلا ما ينفعش. ماشي، ممكن وانت بتجرب في اللاب عادي جدا، يعني انت وانت شغال في اللاب كده مفيش اي مشكله خالص، براحتك اعمل اللي انت عايزه وتشقلب حتى، ماشي. بس لو انت شغال على اي شبكه ممنوع تعمل حاجه زي كده. خلاص، ده مش كده وبس، ده انا هاجي لك كمان شويه وهقول لك انت هتخلي الانيشيتور يكلم التارجت عن طريق شبكتين، والشبكتين دول هيكونوا مختلفتين عن بعض، واحده بسويتش هنا والثانيه بسويتش الناحيه الثانيه خالص، وده كارت وده كارت ثاني وده كارت وده كارت ثاني، عشان يبقى عندي ريدندنسي موجوده في الشبكه. شفت لدرجه ايه؟ مش هقول لك بس ايزوليت ان الكلاينت او الكلاينتس عن الباك اند سيرفيس بتاعتك او الباك اند سيرفرز اللي موجودين عندك، لا
ده انا عامل لك ريدندنسي او فيزيكال ريدندنسي كمان. طيب تعالى كده ايه، نرجع لموضوعنا بقى. بما ان احنا عملنا ده فانا هعمل حاجه صغيره جدا على النودز اللي موجوده هنا. تعالى كده عشان ايه ما تقعدش تعبكم بالكوماند لاين. ده كارول سيستم تولز فيرتشوال ماشين مانجر اول. ادي النودز اللي موجوده عندي اهي. تعالى كده اروح لها وهعمل ايه، النك موجود عندي نك اهون. تعالى كل هاد هاردوير. خلاص الهاردوير بتاعي هيبقى فيرتشوال نتورك ديفولت وده نات. خلاص كده وهقول له فينش. يبقى انا ضفت الكارت تاني وخليته نات. نفس الحكايه هعملها لنود بي. نفس الحدوتة هعملها لنود سي. نفس الحكاية لنود دي. انا عندي كان في نتورك قديمة هو بريدجت، هضيف له واحد تاني نات. وده شيء ممتاز. لو جيت هنا كده على نود دي، لو كنت اقول له اي اف كونفج كده او ان ام سي ال اي كونكشن شو، عندك كونكشن واحد موجود. يم انستول نت تولز اي اف كونفج. بص لي ايه اللي ظهر عندك كده. اي ان اس 9 ظهر اهو. ظهر عندك برضو كارت تاني اسمه اي ان اس 9، شايفه؟ ها حد واخد باله من اللي حصل؟ حد معانا ولا ناس نامت؟ اكمل. طيب نت تولز دي تديك تولز موجوده زي اي اف كونفج مثلا، زي نت ستات. خلاص محتاج تطبقها بس لو انت بتحب تستخدم التولز القديمه، وانا بحبها بصراحه يعني، بحب الاوتبوت بتاعها يعني متعود عليه، فعلى طول بعمل لها انستول بس. الانترفيس ظهر عليهم كلهم عندي. اي ان اس 9 اللي انتم شايفينه قدامكم اهو. خلاص كده؟ طيب حلو جدا. تعالى اروح للورك ستيشن كده. اي اف كونفج. فين الانترفيس اللي هو اللهم صل على النبي. هو ده. او فين؟ مع النات هيشوف الفيزيكال هو او هيشوف الورك ستيشن عن طريق اي بي واحد بس مش بي ار زيرو. المفروض ان انا اربطه مع البريدج، صح؟ المفروض ان انا اربطه مع البريدج. خلاص المفروض ان انا اربطه مع البريدج. طيب بص مش عارف اوصلك الفكره في الموضوع دون. هعمل لك حركة أظرف من الكلام ده كله. BCS cluster status حلو قوي. طيب BCS cluster اللهم صل على النبي
ثانية واحدة كده. بي سي اس اي انيبل ديسيبل دستروي ديسيبل ايديت سبورت ستارت سينك. نوت ريموف. الله عليك الله عليك، حلو جدا. نوت دي دوت مصطفى دوت كوم. حلو جدا يا سلام، انا مبسوط جدا باللي انا عملته ده. بص الورك ستيشن دايما لو انا عاملها نات هيتفضل دايما الفيرشوال ماشينز اللي عليها كلهم شايفينها عن طريق اي بي واحد، خلاص. وانا مش قادر اعمل يعني مش عايز استخدم كده، لان عايزهم يشوفوها عن طريق طريقين مختلفين، عن طريق كارتين مختلفين، خلاص كده. فانا هعمل ايه؟ شلت مكنه من الكلاستر وهخليها هي الاستورج سيرفر بتاعي اللي هي نود دي مثلا. نود دي هخليها الاستورج سيرفر الموجود عندي اللي هو الايس كازي تارجت، وهخلي بقيه الماشين ايس كازي انيشيتور ليها بس كده، لا اكتر ولا اقل. طيب فاضل لي خطوه واحده كمان اللي هي ايه؟ تعال افتح الماشين دي كده على نود دي كمان بقى، وايه؟ واضيف، تعال اضيف ستورج موجود عندي، وهضيف ستورج يا سيدي 10 جيجا تكون هي الايه؟ ماشي، محتاج شوت داون للماشين. ايوه ماشي، حلو حلو حلو، مفيش مشاكل. تعال اعمل شوت داون للماشين دي كده. عشان تقرا ملف الاكس ام ال من اول وجديد وتضيف الايه؟ الديسك ده عندي. طيب كلام جميل، تعال باور اون الماشين دي. ممكن اضيف فيرتشوال نتورك على الورك ستيشن. اه بس انت مش واخد بالك من حاجه، الورك ستيشن نفسها هي تعتبر هي الهوست اللي شال الفيرتشوال ماشينز بتاعت الكلاستر، فهيفضل الفيرتشوال ماشينز شايفين ورك ستيشن عن طريق في نت واحده بس او فيرتشوال نتورك واحده بس للاسف، خلاص. فاحنا برضو ما عملناش حاجه. خلاص نود دي نود دي اتضافت اهي. تعال نشيل يم ريموف تارجت استريك كده من هنا، متشكرين يا سيد. وتعالى هنا كده يم انستول تارجت دي وتارجت سي ال اي واف ديسك ماينس ال هنا اف ديسك ماينس ال. انا عندي اس دي اي، انا على ورك ستيشن. دي غلطة مني معلش، ما خدتش بالي. المفروض اكونكت على نود دي الاول. يم انستول تارجت سي ال اي وتارجت دي ماشي كده. طيب شيء ممتاز، فاضل لنا ايه بس؟ اف ديسك ماينس ال. انا كده عندي اتنين ديسكس، ديف اس دي اي موجود اهون وده مساحته 10 جيجا، وديف في دي اي مساحته كام؟ 10 جيجا برضو. طيب بي في بي في اس، انا عندي في دي اي ده للاوبريتنج سيستم معمول له انستول عليه، وده نوعه ال في ام وممبر في الار هيل فوليوم جروب.
عندي اس دي ايه ده اللي اتضاف جديد لسه حالا، خلاص كده. يبقى انا عندي ديف اس دي ايه ده اللي انا لسه ضايفه اللي مساحته 10 جيجا، ماشي. ده شيء ممتاز جدا. تعالى لي بقى هنا كده نحط اي بي ادرس لكل الماشينز اللي موجوده عندي، اي اف كونفج كده. انا عندي اسم الانترفيس اي ان اس 9 تعدي له اي بي ادرس ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي او كونكشن ليست الاول. حلو، ان ام سي ال اي كونكشن اد تايب بتاعه ايثرنت كونكشن نيم اي ان اس 9 الانترفيس نيم برضو اسمه اي ان اس 9 اوتو كونكت. ايوه ايه تاني؟ الاي بي 4 تعال ناخد على خطوتين ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي اي ان اس 9 اي بي في 4.address خليه لي 10.0.0.1 على 24 ان ام سي ال اي كونكشن داون اي ان اس 9 وان ام سي ال اي كونكشن نسيت حاجة اعملها هنا. زي اللهم صل على النبي IPv4.method manual خلاص ان ام سي ال اي كونكشن داون او كونكشن اب هو اصلا داون اي ان اس 9 كونكشن اب اي ان اس 9 اي اف كونفج كده بيبنج على نفسه. زي الفل. نعمل نفس الكلام لمين؟ للمعلم ده ان ام سي ال اي كونكشن اد انترفيس نيم اي ان اس 9 كونكشن نيم اي ان اس 9 اوتو كونكت بيس والتايب بتاعه ايثرنت وان ام سي ال اي كونكشن موديفاي اي ان اس 9 ده اي بي في 4 دوت ميثود مانيوال واي بي في 4 دوت ادرس 10.0.0.2 على 24 ان ام سي ال اي كونكشن داون اي ان اس 9 وان ام سي ال اي كونكشن اب اي ان اس 9 بينج 10.0.0.1 زي الفل. المكنه الثالثه ان ام سي ال اي تاكد ناخدها كوبي بيست ونريح نفسنا. تعالى كده اخد هيستوري فيم تيست دوت اس اتش كده ده ثلاثة sh test dot sh if config شيء رائع. نود دي خلي لي اي بي ستورج 4 سلام. تعمل لي بينج كده على 10.0.0.1 و2 و3
حاجة ممتازة كده، كل الماشينز شايفين بعض عن طريق نتورك منفصلة عن النتورك بتاع الكلاينتس. ها واضح اللي انا عملته؟ حد مش فاهم ايه اللي انا عملته؟ ها انا عملت مين اول ريبوت؟ تعالى كده بسرعة عشان واحد زي محمد ماهر ما شاء الله بيفهم كويس، فايه مش فاهم ايه اللي انا عملته خالص. بص يا سيدي، انا كان عندي الكلاستر فيه اربع مكانات صح؟ كل اللي انا عملته شلت مكنه من الكلاستر خالص، عملت لها ديليت من الكلاستر، ريموف المكنه دي من الكلاستر، بقت ستاند الون دلوقتي خلاص كده هوب، ورحت عامل لها ضفت لها ديسك مساحته 10 جيجا هيكون هو الايس كازي بتاعي ماشي حلو، ورحت عامل في نت او وصلت الناس دي كلها بفي نت منفصلة او فيرتشوال نتورك منفصلة عن النتورك القديمة اللي هي كانت بريدجد. بريدجد دي الشبكة القديمة وده في نت الشبكة الجديدة، اسف بريدجد ده الاولد وفي نت ده الجديدة خلاص كده، دول في شبكة ودول في شبكة منفصلة تماما عنها ماشي كده. ها حد عنده اي مشكلة في اللي انا عملته؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته؟ اديت لدول الشبكه الجديده رينج 10 0 0 0 على 24 وده كان 192 168 مش عارف كام. مش شرط ازاله مؤقته، ممكن اشغل كلاستر على 3 نودز، ممكن اشغله على 2 نودز كمان لو عايزين يعني مش اي مشكله خلاص. مش كده؟ حد عنده أي مشكلة؟ طب بقى إيه؟ نظبط موضوع الأيس كازي ماشي شيء كويس. حد عنده أي سؤال قبل ما أبدأ في أي حاجة؟ اللي عنده أي حاجة يوقفني. ما إحنا قلنا الورك ستيشن، بص تعالى كده هفهمك ليه انا ما عملتش الكلام ده على الورك ستيشن. يعني انا في الاول حاولت اعمل الورك ستيشن وبعد ما وصلت لمرحله كده قلت لا مش هينفع، يعني لما فكرت فيها كده مش هينفع. بص ادي الورك ستيشن بتاعتي صح، الورك ستيشن دي فوقيها اربع مكانات صح ولا غلط؟ كلهم مربوطين بنفس الفي نت بتاعت الورك ستيشن صح؟ يعني لو انت عملت اتنين انترفيس هنا هيتربط بنفس الفي نت برضو، ولو عملت واحد تاني هنا هيتربط بنفس الفي نت، ما هي جيت واي واحده. يعني الجيت واي بتاع الفي نت ده اللي ما بين الورك ستيشن وبين الفيرتشوال ماشينز اللي عليها هي في نت واحده، فبرضو كده مفيش ريدندنسي ولا في حاجه. يعني انا كنت عايز اعمل ريدندنسي بس كده مفيش ريدندنسي اصلا يبقى موجود، هي في نت واحده ووصلت الفي نت دي اكتر من مره. برافو عليا يعني ايه اللي انا عملته كده. طيب كلام جميل، فانا اضطريت ان اعمل ايه؟ سيب دي زي ما هي اهو، فصلت واحده وخليتها تبقى كونكتد بيهم كده ماشي، ولما اجي هضيف في نت تانيه كمان شويه هخليها تبقى كده شبكه تانيه خالص اهي، شبكتين منفصلتين عن بعض تماما. ده اللي انا هعمله كمان شويه، هعمل الجزء ده كمان شويه مع المالتي باث ان شاء الله. طيب كلام جميل، نرجع بقى لمين؟ للماشين نيانوت 4 دي، وتعال نظبط مين؟ الايس كازي عليه. قبل ما اظبط الايس كازي عليها، قبل ما اظبط التارجت عليها، تعال نظبط الاول الانيشيتورز اللي موجوده عندي هنا عشان يكون ليهم اسم ماشي كده، تعال نظبطهم ونديهم اسماء. تعال عندي مثلا كده على نود ايه ملف الكونفيجريشن بتاع الانيشيتور، هتلاقيه في قلب الاول كده يم داش واي انستول فيم، وهنا يام داش واي انستول فيم ماشي كده، فيم اي تي سي ايس كازي. في عندك ملفين،
ايس كازي دي، وعندك انيشيتور نيم بوت ايس كازي. انيشيتور نيم بوت ايس كازي ده هو اللي يهمني، تعال ندي له كده الاسم. الانيشيتور نيم لو انتوا فاكرين ام ار ال 6 كان بياخد الاسم اي كيو ان دوت، بعد كده السنه، بعد كده الشهر، بعد كده اسم الدومين بتاعك، الريفرس الدومين نيم، بعد كده تدي له ايدنتيفاير لمين؟ للماشين دي. فانا هسمي الماشين دي انا في 2015 يا ريس، احنا في شهر 11 دوت كوم دوت مصطفى، وهسمي الهوست ده نود A. خلاص نفس الكلام، نود بي، وتعال نغير كمان ايه نوت سي، بعد كده سيستم كنترول ريستارت، عندك ايس كازي دي دوت سيرفيس، وعندك ايس كازي دوت سيرفيس. خلاص كده سيستم كنترول ريستارت iSCSI dot service و iSCSI dot service system control restart system control كمان enable حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة؟ كده الانيشيتور جاهز ان هو يكونكت مع مين؟ مع الايس كازي تارجت. تعال نظبط الايس كازي تارجت بقى، يلا نروح الايس كازي تارجت خلاص، وتعال ايه نبدأ نظبطه. الايس كازي تارجت خليك فاكر انا عايزه يشير مين؟ ديف اس دي اي للكلاينتس. حلو جدا، تعالى كده اقول له كده تارجت سي ال اي بص تارجت سي ال اي مدياك شيل وتيرمينال، مش زي القديم الاول كنت تروح تعدل ملف كونفيجريشن ده تعدل فيه وكلام من ده، لا دلوقتي بيديك كده زي شيل او تيرمينال خاص بالايه بالايس كازي، تبدا تكونفيجر فيه كل اللي انت عايزه خلاص، فهتلاقي الموضوع مختلف 8 عن ريل 6 فما قبله، قلت لك الحكايه دي قبل كده. طيب تعالى كده اقول له ايه، بص لو انت جيت كده تعمل له ممكن تقول له كده هيلب، هيعرض لك كل اوامر الهيلب اللي انت محتاجها انك تستخدمها، هيعرض لك كل الهيلب اللي انت ممكن تستخدمه. ممكن تقول له كمان كده ال اس، ال اس هيعرض لك بقى يا معلم كل الحاجات اللي عندك خلاص ماشي كده. طيب تعال نبدا نكمل الشغل بتاعنا. الباك ستورز هي الديفايسز اللي انت هتعمل لها شير، انا هعمل باك ستور ونوع بلوك ديفايس لان انا اللي عندي بلوك ديفايس هعمل لها شير، فانا ممكن اقول له كده سي دي اسف باك ستور، باك ستور بلوك خلاص كده. ممكن اجي كده اقول له هيلب، اي اللي ممكن استخدمه هنا يا سيدي، ممكن اقول له كده كرييت، وبص لو ضغطت دبل تاب هي ايه
هيعمل لك اوتو كومبليت، ودي حاجه ممتازه جدا 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 يعني. شايف الراجل هتلاقيه بيلون لك وبيدلع لك الدنيا يعني، خلاص. واقول له كرييت الديفايس بتاعتي اسمها ديف اس دي اي، خلاص كده. والنيم بتاعها هسميها مثلا ايس كازي ستور، خلاص كده. لو جيت تقول له ال اس مره تانية او سي دي كده هيرجعك مره تانية. بص ايه اللي اتكريت عندك هنا، شايف الدلع، موضوع مدلعك شويه فيه، خلاص كده مدلعك شويه شويتين كمان. حلو. طيب انا كده عملت باك، انا كده عملت بلوك ديفايس او عملت باك ستور. الباك ستور ده نوع بلوك، والبلوك ده عملت او انا هشير ديفايس اسمها ديف اس دي اي مساحتها 10 جيجا بايت، خلاص. بس حالتها حتى الان دي اكتيفيتد، خلاص، واديت لها اسم كده وهمي ايس كازي اندرسكور ستور. طيب كلام جميل. الايس كازي بقى هلب كده، هقول له كده كرييت كمان مره. ها هكرييت ايه يا عم؟ ها ها حد في ده اسم القديم؟ الى حد ما، الى حد ما اسم القديم. طيب ارجع تاني كده سي دي كده مره تانيه. التارجتس انا عايز اكريت التارجت. ها ها حد يتكلم؟ طيب كمل كمل تفاعل. طيب حد يتكلم؟ طب حد يتفاعل؟ ايه حد كاتب فارسي تقريبا؟ ايه اللي انا محتاج اعمله عشان التارجت يقوم؟ يعني فكروا كده بكل بساطه، خلي تفكيرك منطقي صح. ايه اللي انا محتاج اعمله عشان التارجت يقوم؟ ها حد يقول كده؟ الديسك ايمج. طب محتاج ايه كمان؟ اللي انا محتاجه عشان التارجت يقوم. كونكتور. يعني ايه كونكتور بقى؟ اكسبورت. لا انا مش قصدي اديني الامر يا ابني. طب ما انا عارف الامر وربنا لنفسي، انا عارف الامر والمصحف الشريف عارفه يعني، احلف لك على الميه تجمد ان انا عارفه. هي المشكله ان انا عايز اوصلك لحاجه بس يعني اوصل حت كلمه واحده بس تجيب لي اللي انا عايزه، كلمه واحده. لو حد فيكم فاكر الارهل ستة، عايز كلمه واحده بس. لا والله مش ريفرس دومين. ما انت كده قصدك من ريفرس دومين لما تيجي تعمل اي كيو ان، يعني الاسم بتاع الانيشيتور والاسم بتاع التارجت كده كده استخدم الريفرس دومين نيم. اسم الاي كيو ان ده اللي اقول لك ايه، شكل الاي كيو ان بيكون كده. بس انا عايز كلمه واحده بس. لو حد فيكم فاكرها من ريل 6، لو حد فيكم اصلا راجع الايس كازي من اساسه، ها كلمة واحدة. لا الكلاينت لما يكونكت على السيرفر، او اسف الانيشيتور لما يكونكت على التارجت محتاج ايه؟
ديسكفري داتابيس ده في الاخر خالص، انا عايز كلمه واحده بس. برضو حد فيكم فاكر ايام زمان لما كنت بقول لك ان الكلاينت لما بيكونكت على التارجت محتاج الاي بي بتاع التارجت او الاسم بتاعه والبورت اللي هو شغال عليه؟ حد فاكر ايام زمان قوي الكلام ده؟ وكنت بقول لك ان الاسم ده اسمه بورتال. يا عبد الصمد، حد فيكم فاكر البورتال؟ مش تارجت بورتال جروب، محتاج بورتال الاول يكونكت عليه صح؟ انت بتكاري التارجت بورتال جروب لما بتشير اللان. انا بتكلم ككونسبت نفسه، انا محتاج بورتال الاول صح؟ ايوه. البورتال ده ما هو الكلاينت في الاخر صح؟ الكلاينت في النهايه محتاج يكونكت على او الانيشيتور محتاج يكونكت على سيرفر ولا لا؟ ناس نسيت صح؟ طيب كلام جميل. حاجة كمان، حاجة كمان بس، وانت شغال مع الايس كازي ما تنساش. لا والله السؤال ما كانش عام ولا حاجة، انا عمال اسألك من الصبح. الانيشيتور لما يحب يكلم الكلاينت محتاج ايه؟ محتاج البورتال بتاعه صح؟ فانت قبل ما تعمل اي حاجة انت محتاج تعرف البورتال بتاعك. محتاج ايه كمان؟ محتاج ان السيرفر يقلاو ان الكلاينت يكونكت عليه، ودي احنا خطوة اصلا نسينا نعملها. دي خطوة احنا نسينا نعملها. خلاص؟ طيب. كلام جميل. تعال نعمل الخطوات دي كلها مرة واحدة بقى وننجز نفسنا، بدل ما احنا قاعدين نضيع وقت كده. لسبب ما السيشن اندد. طيب، تعال نكونكت ثاني كده. ماشي. كلام جميل. تعال بسرعة كده. ايس كازي هقول له كرييت. انا كنت مدي دول اسماء ايه؟ كات اي تي سي ايس كازي انيشيتور نيم دوت ايس كازي. تعال نديها اسم create iqn، بس ده بدل ما هي نود ايه هخليها نود دي. خلاص كده. ها بس ده create ال iqn. بص لما create ال iqn، بص انا وقفتك الحته دي عشان اوصلك لايه. بص لي كده، بص معايا كده كويس. اول ما create ال iqn راح اعمل لك create target كذا كذا كذا، وراح اعمل لك حاجه اسمها create target portal group. مش كده وبس، وقال لك هو ده الديفولت بورتال بتاعك. ايوه هو ده الديفولت. ومش كده وبس، وبقول لك التارجت بورتال جروب ده الديفولت او بيلسن على الاي بي ادرس 0.0.0.0 اي بي بورت 3260. ايه بقى التارجت بورتال جروب ده؟ التارجت او البورتال هو ايه اصلا من البدايه؟ البورتال هو الاي بي ادرس بتاع الماشين والبورت اللي هي بتلسن عليه عشان الكلاينت يقدر يكونكت او الانيشيتور يقدر يكونكت وياكسس الاستورج دي. خلاص ماشي. فانا وقفتك بس عشان اسال، بس من الواضح ان الناس كلها اصلا كانت ناسيه البورتال يعني ايه من اساسه. ماشي.
ما علينا، تعال نرجع لموضوعنا تاني. لو جيت اقول له كده ls، حلو جدا، انا عندي دلوقتي بورتال، تعال نروح لللانز خلاص او سي دي كده. انا عندي دلوقتي ده الباك ستور موجود اهو، او عندي وعندي تارجت بورتال جروب، اللانز اللي موجوده فيه هقول له كده كرييت، وهقول له انا هكرييت مين يا سيدي؟ باك ستور دي خلاص سي دي مره ثانيه. بص كده بقى ايه اللي موجود عندي. انا كده بقى عندي ثلاث حاجات. اول حاجه انا عندي الديفايس اللي هيتعمل لها شير، وعملت لها شير كلام، وقلت له هتبقى اكسسبل على البورتال ده، او هتبقى اكسسبل عن طريق الاي بي ده والبورت ده. انا في الوقت الحالي انا بلسن على اي اي بي موجود عندي على الماشين على بورت 3260. ها ايه رايك؟ طبعا لو جيت اقول له كده ls المفروض اعمل ايه؟ ديليت او فين 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 ls عندي، هقول له كده كرييت عشرة دوت زيرو دوت زيرو دوت أربعة نقطتين 3260. فين يا سيدي؟ ماشي ست، لا فين الأمر بتاعه؟ طيب ماشي سيب لي دي كده للاخر. تعال نعمل كده ACL، مفيش اي اكس كنترول ليست. معلومه صغيره قبل ما اغير البورتال كمان، هسيبه للاخر معلش لان ناسي الامر بتاعه كان ايه. حاجه صغيره خالص، الاكسس كنترول ليست الاكسس كنترول ليست يا سيدي. بص الاول الاول فيما سبق كانت دايما الدنيا بتبقى مفتوحه، اي كلاينت يقدر يكونكت عندك على الايس كازي تارجت اللي موجود ده، او يكونكت على اللان دي عندك. الدنيا كانت سداح مداح من الاخر. انت كنت ممكن تعمل اوثنتيكيشن بيوزر نيم وباسورد، بس حاليا حاليا لازم يا اما تاوثنتيكيت بيوزر نيم وباسورد، يا اما على الاقل يكون عندك اكسس كنترول ليست بتسمح للايس كازي انيشيتور اللي اسمه اكس ان هو يكونكت عليك، والايس كازي انيشيتور اللي اسمه واي ان هو يكونكت عليك. غير كده ما ينفعش. يبقى انت عندك حل من اثنين، يا اما يكون عندك اي سي ال، يا اما يكون عندك اوثنتيكيشن عن طريق يوزر نيم وباسورد. خلاص انا بفضل ايه؟ او في الطبيعي انت سيستم ادمن المفروض تفضل ايه؟ المفروض تفضل الاثنين، بس ده طبعا لازم يكون عندك جهاز قوي شويتين. في حالتي لا، انا افضل يكون عندي اي سي ال واريح دماغي. ليه؟ لان لو انت عملت يوزر نيم وباسورد فانت هتضطر تضيف اوفر هيد للاوثنتيكيشن بروسيس، هتضطر تضيف اوفر هيد عشان عمليه الاوثنتيكيشن بروسيس. خلاص فيعني شايفين الحاله زي ما هي، ما يعني ولا ما احنا شغالين عامله ازاي يعني. بدل ما نعذب نفسنا هنعمل ايه؟ هكريت اكسس كنترول ليست واقول له اسمح لي للايه للايس كازي انيشيتور اكس ده اللي هو كونكت عندي. طيب تعالى كده، الايس كازي انيشيتور نيم ده كان اسمه نود ايه اهو، تعالى اعمل له كوبي هنا كده. الاي سي ال مفيش هيلب كده، ممكن اقول له كده كرييت، وهقول له خلاص، وهعمل نفس الكلام لنود بي ونفس الكلام لنود سي. معنى كده ان مين النودز اللي ممكن يكونكت على الايس كازي لان اللي انا عملته ده من شويه؟ ها مين اللي ممكن يكونكت؟ التلاته نودز او النودز اللي ليها الاسماء دي، نود A ونود B ونود C. غير كده محدش يقدر يكونكت. خلاص طيب تعالى لي هنا كده سي دي،
بص الاي سي الز عندي كام اي سي ال؟ ثلاثه ومبدل انهي لانز؟ بالمناسبه بص الحاله عندي السكازي ستور ده من شويه كانت ايه؟ كانت دي اكتيفيتد، دلوقتي حالته بقت ايه؟ ها حد واخد باله؟ ماشي تعال نروح للبورتلز كده 10.0.0.1 نقطتين 3260 couldn't create network portal in config file system. معلش انا اسف، البورتال الاي بي بتاع المكنه دي 4، معلش دي غلطه. ال اس كده ديليت 0.0.0.0 نقطتين 3260 IP address ماشي add ولا create 10.0.0.4 3260 برضه نفس الحكاية. طيب ماشي البورتالز عندي هنا كرييت حلو اشتغل اهو من غير اي حاجه والله، مش لازم تديله البورت واوتوماتيك بيروح 3260. طيب هقول لك على حاجه اظرف، هقول لك على حاجه اظرف، ديليت كده وتعال نحدد له بارامتر باي بارامتر يعني خلاص 10.0.0.4. طيب بلاش عشان ديليت بتزعله، لازم تحدد له الاي بي ادرس 10.0.0.4 وكمان الاي بي بورت بتاعها 3260 كده كلام جميل. ال اس مفيش عندي حاجه اهون، سي دي البورتالز عندي فاضيه كده مش هلسن لاي حد جاي له. انا عايز اقول له كده كرييت الاي بي اندر سكور ادرس 10.0.0.4 والاي بي اندر سكور بورت 3260. ها خلاص كده. طيب ال اس كده عندي، ايوه مظبوط. سي دي ها ايه رايك؟ تعال بص كده على اللي انا عملته بقى كده كله مره واحده. تعالى بص لي على اللي انا عملته كله مره واحده. انا عملت ديف اس دي اي خلاص؟ وعملته كان هو باك ستور واديته اسم ايس كازي باك ستور. بعد كده عملت اي كيو ان ماشي كده؟ عملت ايس كازي او اديت اسم للسيرفر بتاعي دول. وبعد كده عملت 3 اكسس كنترول ليست بيسمحوا بالثلاثة ماشينز ان هم يكونكتوا عندي. ماشي؟ وبعد كده رحت عامل او عملت شير لللان دي عندي. وبعد كده لعبت مع البورتالز وقلت له ليسن على 10.0.0.4 3260. لو جيت عملت كيو كده من هنا او دخلت هنا تعالى كده اعمل له كده اكزت. حلو عندي اكزت بس كده خلاص. ماشي netstat minus ntlp كده بص كده ايه اللي حصل عندك. ها بدل ما بيلسن على كل الانترفيسز بقى بيلسن على اني انترفيس بالظبط؟ ها حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب انا عارف بانكم تهتوا معايا، انا عارف انكم تهتوا اساسا في اللي انا عملته ده كله صح؟
لا انت ما تهتش. طيب عشان الناس اللي تاهت، تعالى امسح الخطوات دي كلها واعملها مرة تانية على السريع في ثواني، ايه رأيك؟ امسح كل ده اعمله مرة تانية، ماشي كده؟ حلو قوي. تعال تاني تارجت سي ال اي، افتح التارجت مرة تانية، ال اس عندي كده، كلام جميل. سي دي كده، تعال لي هنا يا سي دي، روح البورتال ده، اعمل لي ديليت، فين فين فين، تعال الاول اروح لفين، تعال كده اروح كده الديفايس دي على طول مره واحده، ماشي. نود A ونود B، طيب سي دي كده، بس خلاص شكرا. مين تاني عندي هنا يا سيدي؟ ده البورتالز هون، IP underscore address 10.0.0.4 IP underscore port 3260، ماشي ماشي ممتاز. نود دي بس كده خلاص، تعالى كده نطلع فوق هنا نعمل اكزيت بس. يا سلام الدنيا عندنا بقت صحراء زي ما كانت من الاول خالص. ها من اول هنا كده بقى، ركزوا كده بسرعه، ركز كده بسرعه، هعمل كل اللي انا عملته على طول ورا بعضه في ثواني بدل ما انتوا قاعدين متعذبين، ماشي خلاص. حلو، تارجت سي ال اي، ال اس كده عندي، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي لانز شير، مفيش اي باك ستورز، مفيش اي حاجه خالص. هقول له كده سي دي باك ستورز كرييت او سي دي بلوك كرييت،
وهديها النيم اللي هديهولها اسمه ايس كازي اندرسكور ستور. الديفايس بتاعتك اسمها ديف اس دي اي. خلاص كده سي دي كده اهو. انا كده هشير الديفايس ديت. انا كده عندي بلوك ديفايس هعملها كلان. لسه عملتها لان لسه ولا لسه؟ لسه عملتهاش لان. هخش كده ايس كازي ال اس مفيش حاجه جواها. هقول له كده كرييت وهديها الاسم ده اسف كرييت وتعال نديها الاسم اللي احنا عايزينه هنا كده اهو. هسميها نود دي وانا شغال نود دي ماشي كده. طيب كلام زي الفل سي دي اهو. يبقى انا كده عملت بورتال عشان الكلاينتس يكونكت عليه، والبورتال ده بيسمح ان اي حد من اي اي بي في الدنيا يكونكت عليه. هروح جاي ماسح الكلام دون، هروح داخل لبورتالز كده وهقول له ديليت اي بي اندرسكور ادرس 0.0.0.0 اي بي اندرسكور بورت 3260. انا كده عملت البورتال اللي بيسال على اي انترفيس، وهعمل بورتال جديد كرييت IP address. البورتال الجديد ده بيلسن على الاي بي بتاع البرايفت نتورك اللي انا قاعد عاملها من الصبح اي بي اندرسكور بورت. خلاص يبقى ده كده هيلسن على البرايفت نتورك بتاع الاستورج اللي موجوده، ملوش دعوه خالص بالنتورك اللي هيكون فيها الكلاستر. ماشي كده. طيب كلام زي الفل. بعد كده سي دي هروح للاكسس كنترول ليست. هروح الاول لللانز. تعالى كريت لان بقى، هقول له كده كرييت وهسمي او اسف هشير اللان اللي انا بسميها بالاسم ده. مش اللان دي كنت بقول له من شويه ان هي بتشاور على ديف اس دي اي، لو حد فيكم فاكر انا قلت له ان اللان اللي بالاسم ده هتشاور على ديف اس دي اي. فانا هقول له خلاص الباك ستور ده اعمل له شير كلان اهو. خلاص كده جيت اقول له كده سي دي اهو بقى موجود عندي اهو. طيب مين اللي هيقدر ياكسس اللان دي؟ مفيش اي اكسس كنترول ليست، مفيش اي اكسس كنترول ليست. تعرف الاكسس كنترول ليست كده وهقول له كرييت. هكريت اكسس كنترول ليست بتسمح لي بمين؟ بالمكنه دي ان هي تكونكت. الماشين ايه؟ والماشين بي والماشين سي. سي دي كده بص ايه اللي انا عملته. عملت ديفايس اهي او عملت باك ستور. الباك ستور ده بيشار على ديفايس، وبعد كده رحت راجع قايل له اعمل لي شير للباك ستور ده كانه لان، وعملت له اكسس كنترول ليست بتسمح بالثلاثة ديفايسز دول ان هم يكونكت عليه، وقلت له الباك ستور ده او اللان دي هتلسن من البورتال ده بس كده لا اكتر ولا اقل. ايه رايك؟ سهله؟ انا كده خلصت؟ اه والله العظيم خلصت. تعالى كده اطلع فوق خالص واقول له اكزت شكرا مع السلامه. ها ايه رايك؟ سهله ولا صعبه؟ ها اعتقد خطوات سهله جدا، هي بس محتاجه ايه تتركز وانت بتعملها شويه عشان ما تلخبطش لا اكتر ولا اقل. بس بمجرد ما ايدك تمشي فيها هتلاقيها ايه؟ اسهل بكتير جدا 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 بالاول. ومفيش احتمال ان انت تغلط، يعني ما بديكش حتى احتمال ان انت تغلط اساسا. هو ربطك بترمينال والترمينال ده عارف الاوامر بتاعته. ما تقوليش بقى في عندك مس تايبنج ولا كلام من ده. الا بقى لو انت عملت مس تايبنج في اسم الكلاينت ده حاجه تانية. خلاص ماشي كده. طيب كلام ممتاز. بص كده عندك ملف الكونفيجريشن كمان هو عباره عن جيسون فايل. لو جيت فتحته كده يام اهون. بص كده كل اللي انا عملته، كل
حاجه انت كتبتها هتلاقيها موجوده هنا بالنص. انت عملت ديفايس اسمها ديف اس دي اي او عايز تعمل لها شير، اديت لها الاسم ده ونوعها بلوك وهي مش ريد اونلي، وليها ال WWN او الورلد وايد نيم بالاسم ده. التارجتس بتاعتك اهي، هتلاقي كمان الاكسس كنترول ليست، هتلاقي عندك واحده النود سي وواحده النود بي وواحده النود اي لو حد فيكم شايفهم، والبارامترز بتاعتهم كذا وكذا وكذا وكذا، والبورتال اللي هو شغال عليه كذا، وال WWN الماشين او البورتال او اسم الماشين اللي هي التارجت اسمها نود دي. بس كده لا اكتر ولا اقل. شفت الدلع؟ يبقى كل حاجه انت بتكتبها اوتوماتيك بتتحول لجيسون. الجيسون ده كده حاجه شبه الاكس ام ال الى حد كبير يعني، خلاص، او نسخه معدله من الاكس ام ال بمعنى ادق يعني. ماشي كده؟ ها واضحه ولا ايه؟ لو حد واقع منه اي حاجه يوقفني. هكونكت عليه حالا اهو، هكونكت عليه حالا، يلا نكونكت عليه قبل ما كونكت. بس لو حد عنده اي حاجه ضاعت منه يوقف. حلو جدا، يلا نكونكت عليه بقى. تعال نروح بقى على ماشين بتاع الكلاينت. اول حاجه عندك اتاكد بس ان السيرفيس بتاع الايس كازي status iSCSI السيرفيس iSCSI دي تكون شغاله، اتاكد. خلاص ماشي لحد دلوقتي زي الفل، ما دام شغاله الدنيا تمام جدا. بعد كده تعالى نبدا نكونكت بقى عليه. بعد كده تعالى نبدا نكونكت. هتكونكت ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. الاول عشان تعمل تكونكت على الايس كازي لازم تعمل حاجه اسمها ديسكفري للنود. لازم تبص كده على النود تشوف انت قادر تكونتاكت النود ولا لا. خلاص كده؟ وتعالى كده انت دلوقتي تيجي تكونتاكت هيقول لك لا مش هتعرف تعمل كونتاكت. عارف ليه؟ او استنى. الفاير وول. تعالى كده انا كده الفاير وول شغال فانا مش هقدر اكونتاكت النود. تعالى كده جرب اكونتاكت كده غلاسه وشوف ايه اللي هيحصل. ايس كازي ادم. خلاص؟ الاول المود بتاع اللي انا هشتغل فيه، انا شغال في انهي مود يا عم؟ ها انا شغال في انهي نود؟ او اسف شغال في انهي مود؟ انا هعمل ديسكفري صح؟ طيب حلو جدا. قبل بس اعمل ديسكفري على اي حاجه، انت في عندك اكتر من مود وانت شغال. المود دي تسمح لك تعمل اوبريشنز مختلفه، واحده تشوف ايه اللانز اللي معمول لها شير، والتانية تسمح لك ان انت تلوجن او تعمل لوج اوت لللانز، وفي واحدة كمان ممكن تسمح لك تعمل ابديت للان معين. يعني لو كان عندك لان موجود وعملت له بارامترز معينة على التارجت وبعد كده عدلت البارامترز دي، فانت لازم تقول للكلاينت خلي بالك في حاجات جديدة اتضافت او في تعديلات على البارامترز بتاع اللان دي، زي التايم اوت بيريود مثلا. ماشي؟ لازم لما تعدل حاجة زي كده تعرف اللان. فانا دلوقتي هشتغل في انهي مود وانا شغال؟ هشتغل في المود بتاع اللهم صل على النبي بتاع الديسكفري. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. طيب اقول له داش تي، انا هعمل سين تارجتس، البورتال بتاعي كان 10.0.0.4. بص ايه اللي حصل. شفت ايه اللي حصل عندك؟ طلع ضربك على وشك وقال لك انا مش عارف اعمل اي حاجه خالص، مش قادر اكونكت نور اوت تو هوست. طب لو جيت تعمل بينج كده على المكنه دي بيبنج، معنى كده ان في مشكله عندك هنا، يا اما السيرفيس مش شغاله يا اما الفاير وول قافل لك الدنيا. فانت ممكن تعمل ايه؟ سيستم او اسف فاير وول داش سي ام دي داش داش ليست اول كده. حلو جدا. ممكن اقول كده فاير وول
داش سي ام دي داش داش اد بورت 3260 وده نوع تي سي بي. حلو، واعمل الكلام ده كمان داش داش بيرمننت وتعمل ليست كده للرولز مره تانية. ده شيء ممتاز. تعالى بقى كده المره دي اعمل ديسكفري. بص ايه اللي حصل عندك. ها لقاها هون خلاص كده لقاها. طيب كلام جميل. اهم حاجه بس لما انت عملت كده هتلاقيه راح على طول معدل او مش معدل، هيكريت لك ملف باسم البورتال ده وفي المعلومات بتاعته. لو جيت اقول له كده ls slash var lib iscsi، بص عندك كده نودز كات كده للكلام ده، وتاخد الكلام ده كده على ls. شفت الكلام؟ ها ايه رايك اهو. يبقى اول ما يعمل لها ديسكفري ويلاقي الستورج دي هيجيب لك كل بياناتها وكل حاجة عنها وإيه؟ ويخزنها عنده في ملف var lib iscsi. ماشي كده؟ ها واضحة؟ ماشي؟ طيب حلو جدا. الخطوة اللي بعد كده بالمناسبة قبل أي خطوة تانية أنت ممكن تشوف إيه الـ iscsi targets اللي أنت أصلا عندك معلومات عنهم. خلاص؟ كنت أقول له كده iscsi add داش ام سيشن، قال لك نو اكتف سيشنز. انت عارف ليه؟ لان انت عارف معلومات عنه بس هل انت ماسك الاستورج دي؟ انت ككلاينت بتاكسس الاستورج دي دلوقتي؟ لا، حتى الان لا. طب عشان تخليها اكسبل بالنسبه لك لازم تعمل كده iscsi add داش ام، المود بتاع الوقت هيبقى نود مش ديسكفري. خلاص انا خلاص عملت ديسكفري، هعمل المود بتاع اللي هو نود داش التي كابيتال، التي بتاع اللي هو التارجت بتاعي. التارجت اللي كان موجود عندي الاول، تعالى كده التارجت اهو، تعالى ناخده كده كابي iscsi adm داش ام نود داش تي، انا عايز التارجت ده اللي موجود على البورتال ده. وهعمل داش داش لوجن، هعمل لوجن منه. لو جيت اقوله كده دلوقتي اف ديسك ماينس ال على الماشين دي، بص ايه اللي حصل. بص يا سيدي ايه اللي اتضاف ليها، اس دي ايه اتضافت. طب بص لو جيت اقوله iscsi add داش ام سيشن ايه اللي هيحصل، قال لك اهو. ها ايه رايك، واضحه واضحه. تعال نعمل نفس الكلام على نود بي. ايوه نون فلاش، هي اكيد نون فلاش. هو انت عندك اس اس دي ولا عندك بي سي اي اي فلاش ستورج؟ ده احنا شغالين فيرتشوال يا حاج زعبول يعني، واحنا لاقيين ناكل يا عم. طيب ماشي، الستورج اللي نوعها اس اس دي ولا بي سي اي اي فلاش، هتلاقي اسمها هتلاقيها ظاهره ان هي فلاش ستورج. خلاص طيب كلام جميل. تعالى اعمل نفس الكلام ده على النود بي كده. الاول قبل ما اعمل اي حاجه تعالى اوريك بس اف ديسك ماينس ال، مفيش اس دي اي موجوده اهو. تعالى اعمل نفس الكلام iscsi add داش ام ديسكفري داش تي سند تارجتس داش بي 10004 زي الفل اهو. بعد كده iscsi add داش ام نود داش تي داش بي 10004 داش داش لوجن
خلاص. بص المرة دي عندك هنا أضاف لك كلمة كمان صغيرة كده، أو لا ماشي ماشي عديها اف ديسك ماينس ال. بص ايه اللي اتضاف عندك هنا، ديف اس دي اي، واخد بالك اتضافت ولا لا؟ ها اتضافت. السؤال بقى، ما ينفعش اطبق الكلام ده كله اوتوماتيك على بقيه النودز؟ اقول لك المفروض لو انت شغال كويس وانت بتعمل حاجه زي كده، المفروض يعني المفروض ايه، يكون عندك كونفيجريشن مانجمنت سيستم، بدل ما تقعد تكتب الاوامر امر ورا التاني امر ورا التاني. ممكن تسطب مثلا بابت او انسبل وتشتغل معاهم، انسبل برضو ممتاز جدا، وبابت برضو ممتاز بصراحه يعني. خلاص بدل ما تقعد تكتب الاوامر ده امر يعني. بس انت شايف احنا لسه بنبدا نقول يا فتحي علي مرزاق يا كريم، فما فيش بابت عندنا، فمضطر اسفا ان انا اقعد اكتب الكلام ده كله. ماشي طيب كلام جميل، تعال ناخد الامر كده نقعد نكتب بقى كل شويه. اف ديسك ماينس ال ظهر هو ان اس دي اي ظهر على كل النودز اللي موجوده عندك. ها حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته لحد دلوقتي؟ ها حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته؟ مش موجودة. طيب فين يا سيدي فين؟ بص لي كده يا ريس، انت على التارجت وعايز تشوف مين النودز اللي كونكتد بيك دلوقتي حاليا، اعمل لوجن على التارجت على الماشين اللي هي التارجت، وافتح تارجت سي ال اي وقول له سيشنز بس. لا 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 مش لازم اس اس اس، يعني اس اس دي هتعذبك عذاب السنين. انت لو عندك سيرفر وعندك كميه كونكشنز كتيره جدا بيه، هتشوف ايام سودا جنبها. ربنا يديك الصحه بقى، اطلع لك من 2000 سيشن ولا حاجه، ولا 1000 سيشن. ربنا يديك الصحه جنبها بقى، اقعد بقى امسكها واحده واحده بقى. انما مع السيشنز امر بتاع السيشنز ده اللي في تارجت سي ال اي ده هيجيب لك كل حاجه في ثانيه يعني. ها ده اللي انت عايزه؟ طب ما كنت على التارجت لكل لان تعمل لها يوزر نيم وباسورد، كنت تعمل يوزر نيم باسورد لكل لان. خلاص بما ان احنا عندنا ايس كازي، والايس كازي ده شغال مفيش اي مشاكل فيه والدنيا تمام وزي الفل، كل حاجه زي الحلاوه، كل حاجه مفيش فيها اي مشكله. بص كده عندك، بص عندك كده تعالى كده اعمل اكزيت من هنا، هروح على نود A كده اف ديسك ماينس ال، عندي اس دي اي، هعمل كده اف ديسك او سي اف ديسك div sda. تعال اعمل new partition هنا كده وخليه لي برايمري مثلا، ومساحته 1 جيجا، واخليه في الاول واخليه بوتابل كمان.
او مش لازم بوتابل حتى. وبعد ما خلصت الكلام ده هعمل رايت للكلام ده كله. ايوه تعالى بعد كده اعمل كويت اف ديسك ماينس ال. البارتيشن اتضاف اهو. لو جيت اقول له هنا برضو نفس الحكايه اف ديسك ماينس ال البارتيشن برضو اتضاف اوتوماتيك هيعمل الكلام ده في الكل. بعد كده ممكن اقول له ام كي اف اس دوت اكس اف اس لديف اس دي اي 1. وبعد كده هقول له mount slash dev sda1 تحت slash media. لحد دلوقتي مفيش اي مشكلة خالص، الدنيا تمام. انا عندي file system ونوع xfs وعملت له mount. بص عندك بقى الخازوق هيطلع لك في ايه دلوقتي. في عندك خازوق جامد جدا 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 هيظهر، اللي هو ايه؟ انت هفترض عندك ان انت عندك شبكه كبيره، والشبكه الكبيره بتاعتك دي التايم اوت بتاعها كبير جدا. يعني عايز اقول لك ايه، ان الوقت اللي الكلاينت بيستخدمه عشان يوصل للسيرفر ساعات بيكون ثانيه، ساعات بيكون ملي ثانيه، ساعات بيكون جزء من ملي من الثانيه، ساعات بيكون 5 ثواني، ساعات بيكون 10 ثواني. من الاخر انت في عندك لود على الشبكه دي، والكلاينت لما بيجي اكسس السيرفر ساعات بياكسسه على طول مباشره من غير اي تاخير، وساعات بيستغرق وقت عشان ياكسس السيرفر. طيب عايز اقول لك بس معلومه، ان انت الكلاينت في باي ديفولت في تايم اوت بيريود 5 ثواني موجوده. يعني ايه؟ يعني لو الكلاينت جه اكسس الاستورج وفي خلال 5 ثواني دول او كل 5 ثواني لو جه اكسسها وما قدرش اكسسها اوتوماتيك هيعمل لك تايم اوت. اوتوماتيك مفيش كلام خلاص. تعالى كده اعمل معاك المثال ده. تعالى كده اقول له اي اف داون اي ان اس 9 خلاص كده. طيب كلام جميل. لو جيت اقول له كده ال اس سلاش ميديا تاتش تيست كده، بص ايه اللي حصل عندك. بص ايه اللي حصل، بص الدنيا وقفت بس خلاص مع السلامة. ايه رأيك؟ الدنيا وقفت يا معلم. بص كل حاجة هنجت. خلينا قاعدين مستنيين كده واشوف ايه اللي هيحصل. ها يا رب. يلا يا سيد. بص ايه اللي حصل عندك. طيب ما بيعملش مشكله. طيب تعالى كده بص لي كده على الحته دي اس اس اتش نود اي اف اب اي ان اس 9 كده. ها يا ريس ما بيعملش بذمتك ده؟ ما بيعملش. النتورك بقت اب هي. بص بينج 10.004 اهو والله شغال. بس بص دلوقتي ايه اللي حصل.
ماونت كده. بص ايه اللي حصل عندك. ها شفت الخازوق اللي انت لبسته؟ حد واخد باله ايه الخازوق؟ السيشن اللي كانت بين الكلاينت او الايس كازي انيشيتور والايس كازي تارجت مع السلامه، بس الفايل سيستم كان لسه ماونتد. تعرف ده معنى ايه؟ ان انت مش هتعرف تقرا ولا تكتب المكان اللي كان معمول له ماونت فيه دون. ده بقى دلوقتي بيشاور على حاجه ما عادش موجوده اساسا. كان بيشاور على الديفايس والديفايس دي اختفت وبعد كده ظهر التاني، فهو اصلا مش عارف يشوف الديفايس القديمه. فده في حد ذاته مشكله. كده لو عندك داتا بيز فانت كده مع السلامه بخ. لو عندك داتا بيز سيرفر والداتا بيز سيرفر ده بيقرا من المكان ده فانت كده مع السلامه. متشكرين يا عم الحاج، وهيقول لك يلا لم هدومك وخدها في شنطه وخد عزالك واتكل على الله عند الحاجه. طيب لازم اعمل ريفرش. طب وانت تعرف ايه اصلا الدنيا وقفت؟ ده انا بقول لك في ديلي عندك في الشبكه. هو انت عارف الديلي ده هيحصل امتى؟ ده غير ان انت عندك كلاستر اساسا. هيبقى الحل ايه؟ طيب بص يا سيدي، عشان تعدي الحكايه دي هو اصلا مبدئيا المتحكم في الحكايه دي خلاص هو حاجه اسمها الاوب كود. خلاص ايه الاوب كود ده؟ بص الاوب كود ده كده عامل زي البينج. حد فيكم عارف الاي سي ام بي بروتوكول؟ الاي سي ام بي لما حد بيعمل بينج انت بتبعت بينج باكت ككلاينت، انت كلاينت بتبعت بينج باكت، السيرفر بيستقبل البينج باكت دي، او انت بتبعت بينج باكت حاجه اسمها ريكويست، السيرفر بيستقبله ويرد عليك ببينج باكت ريبلاي. خلاص انت بتعمل ريكويست ويرد عليك بريبلاي. طيب نفس العمليه تقريبا بتتم، بس بتحصل عن طريق حاجه اسمها الاوب كود. الاوب كود ده عباره عن اعتبرها كده زي باكت بتتبعت ليها سيكونس ليها رقم، والباكت دي بتتبعت كده ما بين السيرفر اسف ما بين الانيشيتور وبين التارجت كل 5 ثواني. خلاص كده لو جه بعد 5 ثواني وجه المعلم ده ما لقاش السيرفر اوتوماتيك هيعمل تايم اوت للسيشن ويقول لك بس مش قادر اكسل الاستورج ده. خلاص تعال نعدلها حالا يا عم. ايه المشكله يعني؟ يعني لما اعدلها ايه اللي هيحصل يعني؟ تعال نعدلها حالا دلوقتي. التايم اوت بتاعت بالخمس ثواني دول مع الشبكات اللي بيكون عليها ضغط او الشبكات اللي بيكون كل شويه اللود يزيد ويقل يزيد ويقل يزيد ويقل هتبقى مشكله في حد ذاتها. خلاص ليه؟ لان انت لو لود زاد على الشبكه ممكن تاخد اكتر من 5 ثواني. طيب بص ممكن اعمل حاجه كمان اصيع من الكلام ده كله. انا هقول له التايم اوت بين الانيشيتور والتارجت ما تخلوش 5 ثواني، خليه لي يا عم 120 ثانيه. لا ربع ساعه ده كتير قوي، ده بتهرج في ديلي على الشبكه كلها بيكون ربع ساعه. ليه يا عم؟ ده انت لو بتشد الباكتس بتشدها بسلبه كده ولا بحبل مش تبقى بالبطء ده. ليه يعني؟ ده انا بقول لك 120 ثانيه ده وده اكتر حاجه ممكن تعملها اساسا. خليها يا عم 10 ثواني مثلا ولا 15 ثانيه، خليها 20 ثانيه بس عشان احنا نجرب يعني، عشان احنا نجرب خليها لي دقيقتين، خليها لي 5 دقائق كتجربه لينا، بس كتجربه لينا. ماشي كده؟ تعالى الاول تعالى كده سي دي كده هعمل اماونت سلاش ميديا كده ماشي، وتعالى اروح على النود اي فيم اي تي سي ايس كازي دي دوت كونف. تعالى كده ادور على النوب تايم اوت. node.connection.nobeoutinterval اهو هيبعت كل 5 ثواني، ده الانترفال بتاعه وده التايم اوت، خليهولي كل 300 ثانية. ها ايه رأيك؟
ماشي كده. وخلالي ده مثلا يبعت سند، هيسند البينج كل وليكن كل 20 ثانية، خلاص كده رايت وكويت. وبعد ما خلصت سيستم كنترول ريستارت ايس كازي ماشي. فاضل خطوة واحدة كمان ان انا ايه، ان انا اعمل ايه، ان انا اقول كايس كازي انيشيتور انا نفسي انا عدلت اهو السيتنج. يا اما عندك حل من اتنين، يا اما تعمل لوج اوت ولوجن مره تانية. يعني انت بعد ما عملت ده كده، لو جيت تقول له كده لس فار لب ايس كازي نودز بص لسه التايم اوت قد ايه، لسه خمسه برضه زي ما هو ما اتغيرش. فانت عندك حل من اتنين، يا اما تعمل ابديت للسيتنج انت ككلاينت. ايوه ما انا قلت لك السيتنج دي بتتخزن اول ما تعمل لوجن للتارجت ده بس، السيتنجز دي بتتخزن لما تعمل لوجن للتارجت بس، خلاص كده. طيب عشان تحل المشكله دي عندك حل من اتنين، يا اما تعمل لوج اوت من الايس كازي لان دي، بعد كده تعمل لها ديليت، بعد كده تعمل لها ديسكفري مره تانية، يا اما تعمل ابديت ليها مره واحده وهي شغاله وخلاص، ما تقعدش تتعب نفسك. ها تختار اي واحده فيهم، يا اما تعمل لوج اوت وديليت، يا اما ايه، ها تابديت. طيب كلام زي الفل، تعال نعمل لها ابديت. ايه رايك نعمل ابديت ولا نعمل اني واحده؟ حلو ابديت، تعال اعمل ابديت. كان ايس كازي اد الاول، تعال ارجع كده للملف ده خليه مفتوح جنبنا، معلش خليه مفتوح جنبنا عشان العذاب يعني. نود دوت سيشن فين هي دي، تعال نصطادها كده نمسكها. ماشي ايس كازي اد داش ام نود داش تي، التارجت بتاعي كان اسمه ايه؟ تعال نطلع كده اول ملف. بيست اهو، البورتال بتاعي كان 10.0.0.4، الاوبشن بتاعي ابديت، وهابديت انهي بارامتر عندي اللي اسمه نود دوت سيشن دوت تايم اوت كانت نود سيشن دوت تايم اوت ولا كانت ايه؟ ارجع تاني كده ثانية واحدة معلش. لا مش نود سيشن دوت تايم اوت، لا نود دوت كونكشن معلش اسف، خلاص نود دوت كونكشن دوت تايم اوت دوت نوب اوت انترفال اهي. انا ليه تعب نفسي من الكلام ده كله؟ ما انا ممكن اخد دي كده كابي هي بدل العذاب ده، صح؟ بس هي انت ولا انترفل؟
انترفل. على فكره انا ما عرفتش اخد دي كامل للاخر. تعالى كده اهي، انا اتخضيت برضو من الاسم ده. ماشي كده، الانترفال بتاعي داش في، في معناها الانترفال. الانترفال بتاعي نو دوت كونكشن دوت تايم اوت. خليه ده كل 20 ثانية. ومين كمان؟ وهأبديت التايم اوت خليهولي كل داش في 300، كل 300 ثانية. خلاص كده، لو جيت اقول له كده تعالى شفتوا بيج اب كده لسه، بص ايه اللي حصل دلوقتي يا ريس. ها اقفش عندك، بص ايه اللي حصل. ها ايه رأيك؟ اتغير؟ كلام جميل. تعال نجرب بقى نفس الكلام اللي احنا عملناه من شوية. تعالى نعمل الأول كده ماونت، هل هو ماونتد؟ لأ، اس دي اي واحد مش ماونتد. تعالى كده ماونت سلاش ديف اس دي اي واحد تحت سلاش ميديا، وتعالى سي دي سلاش ميديا. خلاص كده ال اس مفيش، ماونت اهو ماونتد والدنيا تمام. تعالى بعد كده اعمل ايه؟ اي اف داون اي ان اس 9 كده، وتعالى اعمل كده تاتش لملف اسمه فايل واحد. بص من شويه لما كان بيجي يعمل تاتش كان ايه اللي بيحصل معاك؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيديك على وشك وبيقول لك يلا يا من هنا. خلاص طبعا بعد ما الخمس ثواني يعدوا، احنا كده عدينا بتاع خمس ثواني ولا حاجه ممكن اكتر كمان. اول تعالى بقى ايه اي اف اب اي ان اس 9 كده، ال اس ها اتعمل له تاتش، اتعمل له تاتش المره دي. السيشن فضلت مفتوحه. تعالى هنا كده تاتش لفايل 2 كمان ال اس ها. يبقى لو عندك نتورك الديلي بتاعها عالي شويه، لو عندك نتورك الديلي بتاعها عالي ها تقدر تتحكم في الحكايه دي، هتغير التايم اوت بتاعها. واضحه الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته؟ معلش انا عارف ان الايس كازي متغير بالنسبه لكم كتير عن ريل 6، انا عارف انا عارف، بس يعني معلش هي على الاقل لازم تاخدها، بس بعد كده اول ما تعود عليها تلاقي الدنيا معاك حلوه يعني. خلاص وثلاث مكانات داخلين على تارجت واحد والدنيا زي الحلاوه. ماشي طيب نكمل. لا ما هو مفيش كلاس تارجت كده، الشغل كله الجديد بقى اللي انت هتشوفه لما تاخد المالتي باث. ماشي كده، تعال نسطب المالتي باث باكجز عشان نبقى جاهزين يعني. تعال نسطبها كده، المالتي باث باكجز تبقى على الكلاينت يم سيرش مالتي باث كده. سلام الله عليك. يم انستول ديفايس ديفايس مامر مالتي باث. اهون داش واي تعال نروح لنود بي كمان نعمل لها انستول، وتعال نروح كمان لنود سي نعمل لها انستول.
نكمل مالتي باث النهارده ولا نخليه المره اللي جايه؟ ها لحد دلوقتي وخدت بس التايم اوت، يعني تايم اوت بريود بس، ما خدتش حاجه جديده النهارده الا موضوع التايم اوت. طيب ايه موضوع المالتي باث؟ موضوع المالتي باث انا عايز اكسس الستورج عن طريق كارتين مختلفين عن بعض، بحيث ان لو كارت فصل عندي او كان عندي نتورك ادمن شغال وهوب عمل غلطه والسويتش فصل، الدنيا عندي ما توقفش. خلاص ده كل فكره المالتي باث، ان انا يكون عندي في ريدندنسي على مستوى النتورك من حيث الاكسس او من ناحيه الاكسس بتاع الاستورج عندي، بحيث ان لو الشبكه فصلت من كارت تفضل شغاله من الكارت الثانيه. ماشي طيب ماشي خلاص نكمل المره الجايه المالتي باث. ايوه لو ميسي غاب بقى فيني مار بالظبط كده. هنكمل المره الجايه ان شاء الله موضوع المالتي باث قبل ما نبدا في نكمل كلاسترنج، لان احنا محتاجينه جدا في الكلاسترنج واحنا شغالين. خلاص اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله، وتصبحوا على خير.